المنتخب الوطني الأول يواجه الهند غدا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة. عبد الله الهلالي وأحمد الكاف ممثل التحكيم العماني في التصفيات المزدوجة في مهمتين كبيرتين. واتحاد الكرة يبحث عن تطوير قطاع الفئات السنية بالتعاقد مع الخبير جيمي هاوشن. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية وإلى التفاصيل. مع اقتراب مواجهة المنتخب الوطني الأول أمام الهند، دخل المنتخب الوطني بقيادة مدربه بول ليغوين في معسكر مغلق، فضل فيه ليغوين أن تكون التدريبات مغلقة بعيدا عن أعين الإعلام. كما بدأت بالهند، التصفيات الآسيوية المزدوجة تعود للهند من جديد في رحلة شاقة للأحمر في صراع على تذكرتين، إحداهما قد تكون في المتناول للتواجد في الجارة الإمارات بكأس الأمم الآسيوية 2019، وأخرى هي الأكبر والأمجد والأجدر بالاهتمام، تحمل صاحبها في رحلة المجد نحو روسيا 2018 لمشاركة كبار العالم في عرسهم الذي يتكرر كل 4 سنوات. كأس العالم وهو الحلم الذي طالما راود الجماهير العمانية. لم نتمكن من قبض البطاقة في مناسبتين من قبل، حين خسرنا صراع الأمتار الأخيرة لمونديال جنوب أفريقيا 2010، ولم تقف الخبرة في جانبنا وظروف أخرى كثيرة للوصول للبرازيل 2014، إلا أن الفرصة هذه المرة مؤاتية لمواصلة الأمان المونديالية حتى النهاية. مواجهة مسرحها مستطيل مجمع بوشر، والخصم المنتخب الهندي الذي لا يملك ما يخسره بعد أن بات تواجده في المجموعة لا يتجاوز إكمال النصاب هو تأدية الواجب، وهو الذي عانى الأحمر أمامه في بنغلور وقدم صلابة دفاعية كبيرة ما لبثت أن انهارت وتصدعت أمام غوام وتركمانستان وإيران، ليعود الهند كما كان ضيف شرف في التصفيات المزدوجة. الأحمر واصل تحضيراته للمواجهة الهندية وعينه على النقاط الثلاث، وعين أخرى على الشباك الهندية التي يجب أن تهتز في عديد المناسبات، ففارق الأهداف سيكون حاسما في القادم من أوقات. بول ليغوين فضل أن يكون بعيدا عن أعين الإعلام، وفضل الدخول في معسكر مغلق تماما بشعار سري للغاية، فلا مجال لتسريبات أو كشف أوراق أمام وسائل الإعلام. فيا ترى ماذا يحضر ليغوين، وهل هناك ما يدور خلف الكواليس دفع لكل هذا التكتم والكتمان؟ دعونا نراقب وننتظر ما سيكون من المهمة الهندية. تضم تشكيلة المنتخب الهندي لاعبا وحيد محترف خارج الدور الهندي، هو حارس مرمى نادي ستابك النرويجية سينغ ساندهو الذي بات أساسيا في تشكيلة المنتخب الهندي، حيث قام المدرب الإنجليزي في آخر مواجهتين في التصفيات ضد تركمانستان وإيران بتغيير حارس المرمى الخبير ماسبال، وأشرك بدله الحارس الشاب سينغ ساندهو حارس مرمى نادي ستابك النرويجية، وهو أول لاعب هندي يحترف في الملاعب الأوروبية، بل وأصبح في شهر إبريل الماضي أول لاعب هندي يخوض مباراة في الملاعب الأوروبية عندما شارك في كأس النرويج ضد ناي رونار.
بعد أن فشلت حملة 30,000 مشجع ضد إيران، وبعد أن بلغ عدد الحضور في مواجهة إيران 12,000 متفرج، عادت الأمان أن يكون الحضور أمام الهند كبيرا نظرا لأهمية المباراة وحاجة الأحمر لتسجيل فوز كبير على الهند. كنا دائما وأبدا نردد أن حاملي الرايات الحمراء من مشجعين ومحبين للأحمر ليسوا بحاجة لدعوة أو تحفيز لشحذهما من لاعبين والوقوف خلف ممثل الوطن وسفيره في التصفيات الآسيوية المزدوجة، إلا أن ما كان من خلو بعض جنبات مجمع بوشهر من مرتاديها جعلنا ندخل دائرة الشك في قيمة الحضور الجماهيري الذي سيكون أمام الهند، سيما وأن حملة 30,000 مشجع ضد إيران تحولت لما يضاهي 12,000 ويزيدون بقليل. فإذا كانت المهمة الإيرانية التي تعتبر أمسية الوقفة الكبيرة للجماهير لم تحقق الأمنية والمراد، فكيف يا ترى سيكون الحال أمام الهند؟ وهي مباراة على الورق محسومة، إلا إذا كان للهنود رأي آخر وكلمة أخرى تقلب الحسابات والموازين. لاعبي الأحمر شعروا ببعض المدرجات وكأنها إعجاز نخل منقعر غاب عنها من يسد فراغها، ما أفقد الأمسية جمالية الحضور وعدم اكتمال نصاب المحبين والعاشقين، إلا أن جمهور الأحمر بمن حضر. الجمهور وما أدراك ما الجمهور، ودوره وقيمته وأهميته. وإذا تسلل الشك لنفسك اسأل الجماهير الإيرانية في ملعب أزادي في قلب العاصمة الإيرانية طهران، فهم ينتظرون ويتربصون بالأحمر في أمسية ختام التصفيات. فيومها ليست غربة الدار وحدها من ستخيم على الكتيبة الحمراء، بل غربة المستطيل الذي تهتف فيه أكثر من 120,000 حنجرة ويزيدون. فهل نبدأ حملة الأمل بمؤازرة الجماهير أمام الهند غداً؟ أم أن قيمة المناسبة وتقييمها سيغيب الجماهير ويكتفون بالتسمر خلف شاشات التلفزة؟ تواصل لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي تأكيد قيمة الحكام العمانيين من خلال إسناد عدد من المباريات المهمة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة لعدد من الحكام العمانيين، حيث غادر يوم أمس للعاصمة الأردنية عمان الطاقم العماني المكون من عبد الله الهلالي ومساعدي حمد المياحي وعبد الله الشماخي، بالإضافة إلى الحكم الرابع حمود المجرفي، لإدارة مباراة المنتخب الأردني مع ضيفه طاجستان ضمن الجولة السادسة في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة. كما اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي طاقم تحكيمي عماني لإدارة مباراة منتخب قطر ونظيره المالديفية، ويتكون الطاقم من كل من أحمد أبو بكر الكاف حكما للساحة، وراشد الغيثي حكما مساعدا أول، وعبد الله الجرداني حكما مساعدا ثانيا، وخالد الشخصي حكما رابعا. هذه الجولة بلقاءين لدينا. أقيمت يوم أمس مواجهتين مؤجلتين بكأس مازدا للمحترفين ضمن المجموعة الأولى التي تضم الصحار وصحم والنهضة والخابورة، وشهدت انتصارا لكل من النهضة والخابورة، حيث عاد النهضة بالنقاط الثلاث وثأر لنفسه من خسارته من صحار التي تلقاها بملعبه في محافظة البريمي، وتمكن من الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وبهذا الفوز يصبح رصيد النهضة سبع نقاط، ورغم خسارة الصحار فإنه يتساوى معه في النقاط ذاتها. وفي مباراة أخرى في ديربي من ديربيات شمال الباطنة تفوق الخابورة على صحم ليرفع الخابورة رصيده لأربع نقاط، في حين تجمد رصيد صحم عند النقطة الثالثة. في إطار سعيه للنهوض بقطاع الفئات السنية، أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم انتداب جيمي هاوشن الخبير الفني بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم كمدير للتعليم والتطوير. وجاء انتداب هاوشن بعد طلب من الخبير الفني لاتحاد الكرة جيم سيليبي للمساهمة في تطوير وبدء عمل دائرة البراعم والفرق الأهلية، وذلك بالتعاون بين اتحاد الكرة والأندية لتطوير المواهب وتنميتها في الفرق الأهلية. وسيستمر عمل هاوشن في إدارة هذا البرنامج لمدة 3 أشهر، وكذلك إعداد كوادر عمانية قادرة على إدارة البرامج الفنية المخططة بإشراف الإدارة الفنية.
عنده علاقه طيبه ايضا مع زملائه واللاعبين، كل ما كان الناشئ هذا علاقته ايضا جيده مع المدربين، علاقته ايضا. يخوض منتخبنا الوطني للرجال لكرة الطائرة اليوم أولى مبارياته ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثانية والمقامة حاليا بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث يستهل المنتخب مباراته الأولى أمام نظيره المنتخب القطري بصالة رعاية الشباب بالدمام، وسيلعب يوم غد ثاني مبارياته أمام الإمارات، ويستكمل مبارياته يوم الخميس أمام البلد المضيف السعودية، ويختتم مواجهاته يوم الأحد أمام البحرين. تتواصل جهود اللجان المختلفة استعدادا لرالي عمان الدولي 2015 والذي سوف تستضيفه السلطنة خلال الفترة من الخامس إلى السابع من شهر نوفمبر المقبل، وذلك من خلال التحضيرات المبكرة للفعاليات. وتشير المعطيات التي تتلمسها السلطنة في رالي عمان الدولي بالنجاح الذي نسعى إليه جميعا والدور الكبير الذي تلعبه الجمعية العمانية للسيارات، وبفضل وجود نخبة من الشباب العماني الذي يدير هذا الصرح الرياضي والذي استطاع أن يضع السلطنة على خارطة العالم الرياضي المعني برياضة السيارات. حيث قالت الدكتورة نهال عفيفي مشرفة اللجنة الطبية برالي عمان الدولي 2015، يعتبر رالي عمان الدولي أحد الفعاليات الرياضية الهامة في رياضة المحركات، ويتمتع بمشاركات واسعة سواء من داخل السلطنة وخارجها. نهاية أخبارنا المحلية، ننتقل بكم إلى العالمية وإلى أبرز العناوين. أفراح غامرة تجتاح العاصمة الألبانية تيرينا لبلوغ ألبانيا منافسات اليورو 2016. أوكرانيا تنازل الإسبان والسويد تبحث عن فوز على مالوفا يعيد آمالها بالتأهل ليورو 2016. ونوفاك جوكوفيتش يطيح برافا نادال ويتوج ببطولة الصين المفتوحة للتنس. أهلا بكم من جديد. تدفق المشجعون إلى طرقات العاصمة الألبانية تيرانا احتفالا بتأهل منتخبهم الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2016 بعد انتصاره على أرمينيا بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الختامي للمجموعة التاسعة، حيث تقدمت ألبانيا في الدقيقة التاسعة عندما سدد لاعب أرمينيا كامو كوفاهانسيان سدد بطريق الخطأ الكرة في شباك منتخبه، ثم أضاف المدافع بيران شمشيت الهدف الثاني في الدقيقة 23، ثم أحرز إرماندو ساديكو الهدف الثالث في الدقيقة 76، ورفعت ألبانيا بفضل نصرها رصيدها إلى 14 نقطة لتحتل المركز الثاني في المجموعة والتي فازت بها البرتغال، وتراجعت الدنمارك إلى المركز الثالث وأملها الوحيد في التأهل لنهائيات فرنسا عبر بوابة الدور الإقصائي. حقق المنتخب البرتغالي فوزا صعبا على مضيفه منتخب صربيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2016. مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس أظهر حالة من الارتياح بعد تحقيق الانتصار، وحالة من خيبة الأمل ظهرت على رادوفان كوشيتش مدرب منتخب صربيا. بدأنا المباراة بالضعف، لقد طبق اللاعبون بدقة الخطة التي وضعتها لهم وضغطوا بقوة على المنتخب الصربي واستغلوا الأخطاء العديدة من الخصم، وكان الأداء في أول 10 دقائق ممتازا، إلا أن حماستنا ضعفت بعد ذلك، واستغلت صربيا ذلك لتلعب بشكل جيد، وسجلت صربيا هدفا مستحقا في الشوط الثاني، إلا أن الأمر الجيد هو ردنا على ذلك، فقد أظهرنا قدرتنا على الرد بشكل جيد.
أعتقد أننا لعبنا بالطريقة التي نريد أن تلعب بها صربيا، كما لعبنا ضد منتخب جيد، وبدأنا المباراة من نقطة ضعف وعوقبنا على الأخطاء التي ارتكبناها، لكننا لعبنا بعد ذلك بشكل جيد إلى الدقيقة 80. لكن كان من الصعب علينا في آخر 10 دقائق بتسعة لاعبين تحقيق حتى التعادل. تتواصل إثارة التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو فرنسا 2016 أمسية الليلة التي ستجمع بين أحلام أوكرانيا في التأهل من بوابة إسبانيا التي ضمنت مكانها، ورغبة السويد بقيادة إبراهيموفيتش البقاء ضمن دائرة الترشح أمام مالدوفا. تتواصل عجلة تصفية اليورو 2016 في الدوران بعد أسابيع عاشت فيها الملاعب الأوروبية إثارة منقطعة النظير في رحلة كبار القارة العجوز للتواجد في المحفل القاري في فرنسا 2016. منتخب لاروخا وبعد أن حجز تذكرته للتواجد في فرنسا يواجه طموح أوكرانيا الباحثة عن فوز يمنحها فرصة التواجد في اليورو رفقة كبار القارة. المواجهة ستكون حاضرة على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف. الأسبان بقيادة فيزنتي ديل بوسكي يدخلون للقاء وفي رصيدهم 24 نقطة، في حين شراكة وارتباط بين أوكرانيا وسلوفاكيا على وصافة الترتيب والبطاقة الثانية، كلاهما يملك في جعبته 19 نقطة، إلا أن فارق الأهداف يرجح كفة أوكرانيا. فيا ترى هل ينجح الأوكران من فك عقدة اليورو وعبور الماتادور الإسبانية في أمسية ستتلون بالفرح أو الحزن في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف؟ إن إسبانيا بوسعه خوض 3 مباريات ب3 تشكيلات مختلفة من اللاعبين وتكون النتيجة واحدة، وسنحاول إفشال مخططاتهم. لدينا فكرة محددة عن التشكيلة الرئيسية التي نريدها للمباراة، وتحتم علينا إجراء تغييرات بسبب إصابة عدد من أهم اللاعبين، لكنها فرصة في الوقت ذاته لمجموعة من اللاعبين غير المعروفين لإظهار معدنهم في المباراة. من جانبهم رفاق العملاق السويدي زولتان أبراهاموفيتش يبحثون عن قلب الموازين في المجموعة 7 بعد أن حققت النمسا ما عجز عنه الآخرون وعبرت لفرنسا على رأس المجموعة. المنتخب الأسكندنافي السويد سيكون أمام مالدوفا التي تغلب عليها على أرضها بهدفين دون رد. مباراة لن تمنح السويد تأهلا مباشرا في حال الفوز إلا إذا جاءت هدية من مونتينيغرو التي تحل في ضيافة روسيا، لأن كل ما يفصل المنتخبين نقطتين ترجح كفة الدب الروسي في الصدارة. فهل ينجح إبرا كعادته من إعادة البسمة للسويد، أم أن مالدوفا تملك مفاجأة تغيب الأسكندنافي الأصفر عن سماء اليورو؟ ستلعب إنجلترا اليوم مواجهة ليتوانيا بفريق شاب بعد ضمان تأهلها لأمم أوروبا 2016، مما دفع مدرب فريق الأسود الثلاثة روي هوتسون للحديث عن ثقته بالفريق اليافع بقيادة اللاعب فيل جاجيلكا الذي سيحمل شارة القيادة اليوم، واللاعب نفسه تحدث عن أهمية هذا الأمر بالنسبة له. أجل، إنها مناسبة كبيرة. أعتقد أن كل مباراة في التصفيات هي مناسبة كبيرة ونحن نتطلع لها، وأعتقد أننا أعددنا لفيل جاجيلكا منتخبا مثيرا لقيادته، فهو منتخب يافع بالطبع لكنه يتألف من مجموعة نؤمن بقدراتها، وندرك أن لدينا فرصة تحقيق نتيجة مثالية في التصفيات بالفوز بكل مبارياتنا، كما ندرك أن الفوز ليس بمضمون لأننا سنجابه منتخبا يريد هو الآخر الفوز. أنا بالطبع كنت سعيدا جدا عندما عثر علي روي وأخبرني بأنني سأكون القائد، فهذا شرف كبير لي. وكما قال المدرب فإن أمامنا مهمة كبيرة وهي مهمة سنكون فخورون بإنجازها،
بدأنا هذا المشوار قبل فترة وكان هدفنا الفوز بكل مباراة، ومن العادة قول ذلك، لكن لا يتوقع أحد أن تتحقق. ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، تبحث البرازيل عن انتصار يعيدها للطريق الصحيح أمام فنزويلا، وقمة كروية كبيرة تجمع الأوروغواي بكولومبيا. ماذا يحدث في كتيبة السلساو البرازيلية؟ أمر لا يعقل وغير مقبول بالمرة لعشاق السامبا وسحرها. فبعد أن ظن الجميع أن البرازيل ستنتفض وتنفض غبار خيبات أمل المونديال وخيبات أمل كوبا أمريكا، بدأت الطريق لمونديال روسيا 2018 بطريقة كارثية بالسقوط أمام تشيلي بهدفين دون رد، وهو ما دق أجراس الخطر في كتيبة الكبير كارلوس تونغا الذي جاء منقذا لانتشال البرازيل من حالة التوهان والضياع. إلا أن الوقت لا زال مبكرا للبرازيل، فأمامها مهمة على الورق نستطيع أن نقول سهلة أمام فنزويلا للعودة من جديد لواجهة التصفيات. وترتيب الأوراق قبل فوات الأوان، مواجهة ستحدد كثيرا مسيرة البرازيل أمام خصم دائما ما يعيق خصومه ويحرجهم على أرضه وخارجها، بالرغم من سقوطه أمام باراغواي في مستهل مشواره، وبالتالي هو لقاء الجريحين الباحثين عن لملمة الشتات ومداواة الجراح. من جانبها كوكبة نجوم السيليستي الأرجواي تبحث عن النقطة السادسة أمام كولومبيا في قمة مباريات هذه الجولة اللاتينية. أبناء المدرب أوسكار تاباريز وبعد أن خرجوا بثلاث نقاط من الأراضي البوليفية يدركون بأن الخصم الكولومبي بقيادة الخبير والمكير خوسيه بيكرمان حققوا فوزا بدورهم على المنتخب البيروفي بهدف دون رد، ما يعني بأن سماء مونتيفيديو ستكون ملبدة بغيوم الصراع الناري بين الكبيرين، فمن يعبر من ومن يتفوق على من ومن يؤكد طموحه المشروع في خطف التذكرة الروسية مبكرا؟ كلها تساؤلات تجعلنا أمام ملحمة لاتينية مفتوحة على كل الاحتمالات. الأسطورة البرازيلية الحية بيلي يعود لزيارة الهند بعد 38 عاما، حيث ظهر أسطورة كرة القدم بيلي يلوح للجماهير بعد وصوله إلى فندق بمدينة كلكتا الهندية. فبعد 38 عاما من غيابه عن زيارة الهند، وصل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي صباح أمس إلى الهند وسط الهتافات الجماهيرية، ومن المقرر أن تبدأ جولته اليوم، وسيكون بيلي ضيف شرف في مباراة الدور الهندي الممتاز بين حامل اللقب أتلتيكو كلكتا وفريق ولاية كيرالا. استطاع الصربي نوفاك جوكوفيتش من الإطاحة برافائيل نادال بنهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس بعد مواجهة مثيرة بين الكبيرين دانت فيها السيطرة للصربي في النهاية. المصنف الأول في عالم الكرة الصفراء كان ولا زال يهيمن على مختلف البطولات مهما اختلفت الظروف المكانية والزمنية. لا يأبه إن كانت في ويمبلدون البريطانية أو كانت في أمريكا، كل ما يدور في رأسه حصاد الألقاب، وها هو يؤكد على علو كعبه من جديد، ولكن هذه المرة بالقارة الآسيوية حيث بطولة الصين المفتوحة للتنس. الصربي نوفاك جوكوفيتش توج بلقب فرد الرجال للمرة السادسة في تاريخه عقب تفوقه على الإسباني رافائيل نادال المصنف الثالث عالميا، وكان البعبع الصربي قد تأهل إلى نهائي بطولة بكين للتنس بعدما أطاح بالإسباني ديفيد فيدرير في نصف النهائي. بهذا فإن جوكوفيتش يحسن رصيده من مشاركاته في هذه البطولة إلى 29 انتصارا دون أن يتلقى أي هزيمة طوال مشواره المهني فيها، بل إنه لم يخسر إلا ثلاث مجموعات في مواجهاته في بكين خلال 6 سنوات. فوز الصربي جاء بسهولة بعد أن هيمن على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء إلى آخره، وفاز بالمجموعتين 6-2 و6-2، وتعد هذه المرة الثالثة التي تواجه فيها نادال وجوكوفيتش هذا العام بعدما حسم الصربي لصالحه المباراتين السابقتين اللتان جمعت بينهما في بطولتي رولان جاروس ومونت كارلو
كارلو. وكان نادال وجوكوفيتش قد تواجها في نهائي بطولة بكين نسخة 2013، وفاز بها الصربي بواقع 6-3 و6-4. حقق منتخب اليابان نصره الثالث في بطولة كأس العالم للرغبي بعد انتصاره في جلوستر بإنجلترا على نظيرتها أمريكا ب 28 نقطة مقابل 18 نقطة. أمريكا تقدمت بثلاث نقاط بعد ركلة جزاء من ماجنتي، غير أن اليابان أفلحت في انتزاع المقدمة بفضل هدف أرضي من كاتورو ماتسوشيما، وتقدمت أمريكا مرة أخرى بعد هدف أرضي في الدقيقة 24 من تاكوتزوا إنغوينيا، غير أن اليابان أفلحت مرة أخرى في انتزاع المقدمة بهدف أرضي من يوشيكازو فوجيتا وآخر من أماناكي مافي. ورغم هدف كريس وايلز لأمريكا في الدقائق الأخيرة، فإن اليابان مضت لتفوز ب 28 نقطة مقابل 18 نقطة. ولسوء حظ منتخب اليابان، فإنه أصبح أول منتخب يفوز بثلاث مباريات في كأس العالم ويفشل في التأهل للأدوار الإقصائية للبطولة. حقق الإنجليزي ماثيو فيتس باتريك نصره الأول في مشواره بلقب بطولة الغولف عندما فاز بلقب بطولة الماسترز البريطانية للغولف التي جرت فعاليتها في ووبورن بإنجلترا. فيتس باتريك كسب ثلاث ضربات في الجولة الختامية لينهي البطولة برصيد إجمالي بلغ 15 ضربة تحت المعدل، ليتقدم بضربتين عن الدنماركي سورين كيلسدون الذي تقاسم المركز الثاني مع الإيرلندي شين لاوري والبرغوائي فابريزيو زانوتي. تأهل جوي لوغانو إلى الدور الثالث للأدوار الإقصائية لبطولة ناسكار للسيارات في سباق بانك أوف أمريكا 500، حيث تأهل لوغانو بعد تحقيقه لنصر غال على حلبة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية. ووقعت في السباق عدة حوادث تصادم أدت إلى التلويح بالبطاقة الصفراء، ومنها حادث في الدورة 62 بعد انفجار إطار سيارة كيسي كيني، كما وقع اصطدام بين سيارتي كارل إدواردز وديل إنهارت جونيور بعد 8 دورات من ذلك، واصطدمت سيارة مات كينسيث بالحائط عند الدورة 77 بعد 100 بعد احتكاك مع سيارة رايان نيومان. وعاد كينسيث للسباق بعد إصلاح العطب، لكنه اصطدم بالحائط مرة أخرى قبل 93 دورة من نهاية السباق المتألف من 334 دورة، وأجبر هذه المرة على الانسحاب. ومضى جوي لوغانو في هذه الأثناء ليصمد أمام ضغوط من كيفين هارفيك ويفوز بالسباق ويتأهل بفضل ذلك تلقائيا إلى الدور الثالث للبطولة. واحتل كيفين هارفيك المركز الثاني، كما احتل المركز الثالث مارتن ترويكس جونيور وديني هاملن رابعا وكيرت بوش خامسا وكارل إدواردز سادسا. Yeah, I think Kyle Larson, I think when he saw the 18, he turned right. I think if the 18 had not been there, he probably would have made it. But, you know, already in the wall, he's already had the failure entering turn three and had a big impact. You see how much damage there was in the car. I'd say at this point with 93 laps to go with that much damage, I would be surprised if...
فاز متصدر الترتيب العام للموسم لويس هاملتون بالمركز الأول في سباق جائزة روسيا الكبرى للسيارات فورمولا 1 في سباق فشل منافسه وزميله في الفريق روزبرغ في الوصول إلى خط النهاية في سوتشي الروسية. وأصبح لويس هاملتون سائق مرسيدس قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب هذا الموسم في سباقات الفورمولا 1 للسيارات، وذلك بعد أن فاز بلقب جائزة اليابان الكبرى ومع فشل زميله ومنافسه روزبرغ في الوصول إلى خط النهاية. وكان هاملتون انطلق ثانيا بعد روزبرغ، لكنه خطف الصدارة سريعا مستفيدا من مشكلات في سيارة زميله التي أجبرته عن الانسحاب من السباق. ثم هيمن هاملتون على الصدارة ووصل أولا متفوقا ب 5.9 ثانية عن سائق فيراري سباستيان فيتيل، كما حل سيرجيو بيريز سائق فورس إنديا ثالثا متأخرا عن هاملتون ب 17 ثانية. هذا وفازت شركة مرسيدس بلقب أفضل شركة في السباقات للعام الثاني على التوالي بعد مخالفة سائق فيراري كيمي ريكونين بسبب احتكاك مع سائق ويليامز فالتيري بوتاس في اللفة الأخيرة من السباق. يشار أخيرا إلى أنه سيكون بوسع هاملتون الفوز باللقب حسابيا في سباق جائزة أمريكا الكبرى يوم 25 من الشهر الحالي. تكبد عدد من المشجعين إصابات مختلفة في مباراة لكرة القدم في كانشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية بين فريقي فيتا ودارينغ موتيما، حيث عرقل مشجع الفريقين مسار المباراة كما اقتحم مشجع الفريقين أرض الملعب عندما كان فريق دارين موتيما متقدما بهدف دون مقابل. وأشارت الأنباء الأولية أن 45 شخصا أصيبوا في أعمال الشغب، ولم ترد أنباء عن مصرع أي شخص. يذكر أن العداوة بين مشجع الفريقين قديمة ومستفحلة، ويعرف اللقاء بين الفريقين بأنه لقاء قمة كانشاسا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. المنتخب الوطني الأول يواجه الهند غدا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة. عبد الله الهلالي وأحمد الكاف ممثل التحكيم العماني في التصفيات المزدوجة في مهمتين كبيرتين. أوكرانيا تنازل الإسبان والسويد تبحث عن فوز على مالوفا يعيد آمالها بالتأهل اليورو 2016. ونوفاك جوكوفيتش يطيح برافا نادال يتوج ببطولة الصين المفتوحة للتنس. من عمان الرياضية قدمنا لكم أخبار الرياضة، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.